مشاهدينا صباح الخير. اليوم 2 أبريل هو اليوم العالمي للتوحد، وهي محطة نتوقف عليها كذلك في برنامج كيف الحال لتعريف مرة أخرى بهذا الاضطراب، وغادي نعرفه أكثر هل هو اضطراب أم إعاقة. طبعا مع الدكتور عبد الهادي القسمي. صباح الخير. صباح دكتور عزيزة. يعني نحاولوا في هذا يعني اليوم العالمي للتوحد نعاودوا نتعرفوا على فعلا هل هو اضطراب هل هو إعاقة، ونعرفوا كذلك الناس به وبعلاماته وحتى الطرق اللي ممكن يسلكها الإنسان اللي عنده مثلا طفل أو لم يصاب بالتوحد. ألوغ منين تنقولوا التوحد إعاقة أم اضطراب؟ هو أقرب تعريف للتوحد هو الاضطراب. لأنه هو اضطراب اللي كيؤدي في داخل الشخص المصاب بالتوحد كيؤدي به لعدة إعاقات اللي كتخليه أنه ما كيتواصلش مزيان، ما كيكونش عنده واحد الانسجام اجتماعي مزيان، وما كيكونش عنده كذلك كيكون عنده ضعف في التركيز على أشياء اللي هي الإنسان عادي كيمشي كيركز عليهم بواحد الشكل كبير. نفسر هذه، خليني غير نقول لك بأن التوحد خصنا نعرفوه. يعني بالنسبة للناس اللي ما عرفوش التوحد. التوحد هو حالة من ضمن كل 88 شخص حاليا كنلقاو فيه التوحد. الوغ فين؟ في المغرب ولا عالميا؟ لا، هذه احصائيات عالميه. عالميه نعم. يعني في الولايات المتحده ربما كانت واحد الاحصائيات اللي اكثر، يعني تقول كل ماشي 88,000 انت قلتي. لا، 88 شخص. نعم، في الولايات المتحده كانت خرجت شي احصائيات اللي يعني اقل من 88 غيكون فيهم كل شخص توحدي. بالنسبه للشيء اخر فهو يصيب الاطفال. يعني يصيب الذكور لي غارسون اقل من الاناث. اقل ماشي اكثر. عفوا، اكثر من الاناث. يعني يصيب كل ان غارسون على 45. ان غارسون سور 45 كنلقاو مصاب بالتوحد. اون في سور 250 كنلقاوها، يعني بنت من 250 بنت كنلقاو مصابه بالتوحد. بما يخص المغرب فاحنا حاليا يعني في واحد 300,000 حاله في المغرب. نعم. اللي هي مصابه بالتوحد. نعم. يعني اللي كاين عندنا هذا رقم اللي هو كيبان كبير. نعم. ولكن احنا كان ممكن نقولوا بان في لا مويان ديال العالم كامل. نعم. غير هو واحد الاضطراب اللي ما عندوش علاقه بالبيئه، ما عندوش. نعم. علاقه بالغنى ولا الفقر، ما عندوش. نعم. علاقه بالتعلم ولا غير التعلم، التغذيه. لا ما عندوش علاقه. لذلك فحتى مثلا ملي كنمشيو كنشوفوا le manuel de diagnostic le DSM-4 اللي هو اللي معتمد، ولا لو CIM-10 اللي هما معتمدين باش اننا كنلقاو فيهم التعريف ديال التوحد والاعراض ديالو الى غير ذلك. فملي كنمشيو نشوفوا هاد الكتب هادو فكنلقاو بانهم ما كيتحدثوش على الاسباب الا بطريقه اللي هي يعني اشاره. نعم. لان الاسباب ديال التوحد يعني تبقى انيغم. نعم. تبقى لأن مجهوله. الجميع يطرح السؤال، لان كاين بعض الامهات ربما اللي تتقول لك وقيلا الغلطه ديالي، وقيلا درت شي حاجه خلال الحمل. نعم. اللي خلات هذاك الطفل. ولكن كاين، لان كاين بعض الناس اللي تاكدوا هذه الفكره، هذه واش هي فكره صحيحه ام خاطئه؟ هي فكره خاطئه. يعني حتى ملي كنشوفوا الاسباب هي فقط كنقدروا نذكروها على شكل ملاحظات. يعني. نعم. ان واحد الطفل اللي هو دياغنوستيكي اوتيست ملي. نعم. كنجيو نشوفوا ملاحظات على مثلا كنلقاو بان عنده الجمجمه ديال الراس ديالها فيها انتفاخ اكبر. مم. من الانتفاخ العادي. مم. اللي كيكون عند شخص عادي. كنلقاو مثلا بان ملي كنديروا ليه التخطيط ديال الدماغ كنلقاو بان الكهرباء ديال الدماغ عنده مختلفه. نعم. على الكهرباء ديال الدماغ ديال شخص عادي. كنلقاو عنده واحد الزياده في السيروتونين اللي هو واحد الهرمون اللي في الداس. نعم. ديالو كنلقاو بان، ولكن هذه كتبقى ملاحظات نلاحظها على الشخص. نعم. اللي هو مصاب واش هي الاسباب الحقيقيه؟ ماشي. فكتبقى الاحتمال ديال انها وراثيه. نعم. كيبقى انه كبير، ولكن هذا ما كيأديش، يعني ما خصوش يأدي بنا. نعم. الى اننا الاحساس بالذنب ونلوم انفسنا علاش ربما انا اللي خلقت من ولدي هذه المساله ديال الاوتيزم. هذه المساله اللي بغيتك تاكد عليها سي عبد الهادي. نعم. وحنا دابا في هذه الحصه ديال التلفزيون غادي نتكلموا عليها، وغادي نتكلموا كذلك على كيفاش ممكن الاباء والامهات يردوا البال. نعم. شنو هي العلامات اللي كتقدر يعني تبين بان واحد الطفل راه مصاب بالتوحد، علما بانه ذاك لو سبيكتر اوتيستيك معروف راه كبير، طيف توحدي في مجموعه الاضطرابات ديال. وفي اشياء اللي خصنا نفهموها وغادي نفهموها اكثر في الراديو في الاشياء مع الضيوف اللي غادي يكونوا الى جانبك استاذ عبد الهادي. لان ملي كنتكلموا على لو سيندروم داسبرغر مثلا، ولا ملي كنتكلموا على الاوتيزم اتيبيك. نعم. لان كاين مجموعه من اشكال الاوتيزم غادي نتعرفوا عليها.
الا سمحتي ناخذ الان مكالمه من عند السيده ام بلال اللي كتصل بنا مدينه الدار البيضاء. الو. الو. السلام عليكم لالا، مرحبا بك. مرحبا لالا ام بلال، الو تفضلي شنو هو السؤال ديالك؟ مع الوقت حيت انا ولدي ما كيهضرش. نعم. ولا بغيت شي حاجه يعني اكيد يجرني انا كل يديني ليها. يشدني من يدي ويديني كل ليها. ولو كيعبر اكثر كيعبر بالبكا. الو شحال في عمره؟ شحال في عمره لالا وليدك؟ سنين ونص. خمس سنين ونص؟ لا سنين ونص. ثمان سنين ونص. وباقي ما تهدرش ياك؟ باقي ما تهدرش، كيقول واحد الكلمه ديال با ولا يقول حرف الما يقولها تقريبا يقدر يقولها مره في الشهر. نعم. تفضلوا استاذه هادي. حاولنا معاه هو. نعم. لالا واش ديتي عند اخصائي؟ متبعة لي عند اخصائي. مزيان. متبعة لي دابا كندير التصويت ديال الحس الحركي. مزيان. وباقي عاطيني ترويض النطق، باقا ما درتوش ليه، عاطيني شهر 5 عاد بعد الموعد. الوغ واش ديغنوستيكي اوتيست هذا الوليد هذا؟ ملي كيكون هما مجموعه ديال 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 الاعراض اللي عطاتهم لينا دابا اللي فعلا كيثبتوا بانه فعلا الولد هو مصاب بالتوحد. منها انه ملي كياخذها من يدها وكيديها باش انها كتعطيه شي حاجه ولا هادو من بين الاشياء اللي كيخليو من العلامات. من العلامات. بدا ام بلال شنو كان السؤال ديالك بالضبط؟ الا كنتي انت عارفه ان الابن ديالك يعني ديكلاري اوتيست، شنو هو السؤال تفضلي؟ سؤال بغيت نعرف واش عنده علاج. نعم. واش مع المدة عنده، الرغم ان احنا عندنا في الشرق مع السلامة من مصر راه ما كايناش هاد الجمعيات وما ناصحين بجمعية. نعم نعم. الوغ فوالا خليك معنا لالا ام بلال، وكذلك ننصحك يعني انك تابعينا في الاشياء لانه غيكون معنا ناس من جمعيات. نعم. اللي كيتكلفوا بهذا الاضطراب هذا او بهذا الاعاقه. وتفضل سي عبد الهادي، يعني مساله العلاج هي السؤال الكبير الذي يطرح كبير. فهاد هو الاضطراب للاسف، يعني اننا ما يعني اننا نعالجوا طفل مصاب بالتوحد ونخرجوا من التوحد. خلينا نكون واقعيين، يعني انا كنقول لهاد الاباء والامهات اللي عندهم وليداتهم مصابين بالتوحد، ففي الاول الانتظارات كتكون اننا كننتظروا واحد الطفل اللي ربما عادي بحالو بحال. نعم. بحالو بحال الناس الاخرين، ولكن ملي كنلقاوه مختلف فغادي نعتبروا روسنا بحال شي واحد الا كان مثلا ركب واحد الطياره وقالوا لي راك غادي تمشي مثلا لواحد الدوله. الطياره مكتوب عليها بان راه غادي نمشيو مثلا لاسبانيا، ولكن وجد الحوايج ديال اسبانيا ودار ودا معاه لي بلون الخريطه ديال اسبانيا. نعم. ودا معاه الاسماء ديال الفنادق ديال اسبانيا. ولكن ملي نزلت الطياره فقالوا ليه لا راه اضطرينا اننا ننزلوا مثلا في هولندا. شنو غادي يدير؟ نعم. واش غادي يبقى حياته كلها كيقلب يرجع لاسبانيا او انه يبدل فقط الخرائط؟ يعني لا دابا الاسماء تأقلم. نعم. ولدنا مختلف. نعم. مصاب بالتوحد. العلاج حاليا يعني كاين مجموعه ديال الابحاث اللي هي على بعض الهرمونات اللي هي هرمونات الحمل وهرمونات الرضاعه اللي كتكون عند الام. اللي كيحاولوا انهم يعطيوها الاطفال اللي في التوحد باش على الاقل يرجعوا عنده هذيك القابليه ديال التاقلم ديالو. نعم. ولكن هذه بقى ابحاث. نعم. علاش انا غادي نمشي نقلب على العلاج وانا ممكن انني ولدي كندخله في واحد المسار اللي هو ديال التاقلم. نعم. وفي مسار ديال الاعتماد على النفس وبعده وسائل. نعم. اللي مثلا منها تقنيه الاي بي اي، منها. نعم. تقنيه الاي بي اي اللي هي كذلك نعرفوا بالتفصيل. نعم. يعني غير حنا كنعطيو اشارات. سي عبد الهادي كاينه نتائج ناس، راه عندنا جمعيات كثيره، عندنا لو كوليكتيف اوتيزم هنا في المغرب اضطراب ديال التوحد عمل كبير. نعم. لا وعطات نتائج هذا النوع ديال هاد لي ميثود هادو، عطاو نتائج يعني بان هاد الاطفال ولاو شويه اوتونوم. بيان سور كيعطيو نتائج. بالاضافه لذلك خصني نقول هاد السيده هذه تعرف بان راه الحصص اللي كيمارسوها الاطفال بهذه التقنيات هذو اللي ذكرناهم فهما كيتجاوزوا 30 ساعه في الاسبوع. نعم. يعني هذيك لاسيستانا كاينه، المجهود كاين، ولكن واش كتعطي نتائج؟ اكيد مع الصبر. نعم. لا ديالنا ولا ديال هذاك الوليد. نعم. وخصنا نتحروا ليهم، يعني للاسف المدارس قليله جدا. نعم. اللي هي مختصه بالاطفال التوحديون، ولكن من مدارس ما كتقبلهمش. نعم. يعني اساسا غير ما نحطش في دماغي بان راني غادي نديهم واحد لو سونتر وغادي يتعزلوا فيه. نعم. باش انهم يتعالجوا، هذا راه العكس. نعم. لان التوحدي كيتصاب. سالتيني قبل قليل على اشنو هي الاشياء اللي كتوحد هذاك الطيف. نعم. بصفه عامه ديال التوحديون،
كيوحدهم ثلاثة ديال الأعراض. يعني الجانب الأول هو ضعف التواصل، وهو اللي كيخليه أنه كيمشي وكياخذ، لأن ما عندوش الكلمات باش أنه يتواصل، أو ربما يقدر يكون عنده الكلمات، لأن بحال كيف ما السيدة دابا شارت لينا قالت لنا بأن ولدها ما كيتكلمش، عنده 8 سنين ونص وباقي ما كيتكلمش، راه كنلقاو أطفال آخرين اللي هما متعلمين بزاف ديال الفوكابيلار ديالهم غيش، ولكن ما كيوظفوهش، ما كيقدروش يوظفوه. إذا ضعف التواصل كاين. المسألة الثانية وهي ضعف هذاك الاندماج الاجتماعي، يعني أن ملي كيمشي مثلا ما كيردش عليك بنفس الطريقة. علاش؟ من بين الاشياء اللي خاصهم ينتبهوا لها الاباء والامهات، ملي يكون الوليد بقي الله عنده سنه ونصف الى سنتين، فيلاحظوا واش هذاك الوليد واش كيجاوبهم ملي كيضحكوا معاه، ملي مثلا كيبغيو يعطيوه شي لعبه واش كيهز يده باش انه كياخذ ديك اللعبه، لو روغار واش كيشوف فيهم ولا كيشوف غير تيهرب اكزاكتومون. هادو اشياء اللي ممكن ان الا شافوها الله يحفظ، الا شافوها الاباء والامهات كيهزوا وليداتهم كيديهم عند مختص، ماشي ان كوتش، كيديو عند اخصائي، كيمشيو عند طبيب اللي هو كوتش. نعم هذه اشياء اللي هي سو سون دي باثولوجي اللي خاصو يمشيو يتعالجوا، والمتابعه الطبيه عند الطبيب اللي هو مختص. غادي ناخذ مكالمه اخرى سي عبد الهادي من عند لبنى. لبنى كتصل بنا كذلك مدينه الدار البيضاء. الو تفضلي لاله لبنى، سؤال. وي استاذه عزيزه، السؤال ديالي للدكتور عبد الهادي. والبنية عندها 3 سنين ونص، دابا متبعة معها عند أخصائي. ومتبعة معها على سيونس، كدير بسيكوموتريسيتي وكدير لورتوفونيس كل خدمة. وعندها المرافقة، عندها لاكومبانياتريس ولا مازال؟ هذا المشكل هو اللي بغيت نطرحه على الدكتور. أنني طلب ليها الطبيب ديالها الأخصائي بأنني خصني إيديكاتريس اللي تجي عندها للدار باش تعطيها الأبية. درت معاها شهرين، ولكن هذا الحالة المادية ديالي ما عرفتش. هذا هو المشكل اللي كيتطرح. وهذا هو الأصل. علاش داروا مجموعه ديال الجمعيات باش ان الاسر اللي ما عندهاش الامكانيات الماديه انها تاخذ واحد المرافقه واحد ليديوكاتريس اللي كتكون عندها في البيت، فانها كتديوه لهاد المراكز هادو، كيديوه لهاد الجمعيات باش انه كيمارس بعض الالعاب وكيمارس بعض التقنيات المعالجه. تكلمت سيده على لا ميثود ابياد اللي ربما هي عطات الاكل ديالها اكثر من دوطخ ميثود. سي عبد الهادي، لا فقط هي اللي منتشره هنا في المغرب. كاينين عده تقنيات نتكلموا عليهم في العشيه ان شاء الله الرحمن. مجموعه ديال التقنيات اللي حتى هما يعني كاين مثلا عطاو الاكل ديالها. كاين تقنيه مثلا اللي كتعتمد على الصور، نعم، فقط ان التعامل بالصور. هذه المساله هذه شي حاجه اكزاكتومون. دونك حنا غادي نشوفوها في العشيه بتفصيل. غير انا اللي ننصح الام يعني ان حتى الا ما كانش عندها مربيه، حتى الا ما كانش عندها واحد الاخصائي اللي كتجي عندها للبيت باش انها كتخدم مع البنيه ديالها، فراه ممكن دير اشياء اللي هي صغيره جدا وتعطي الاكل ديالها. اول شيء الطفل اللي مصاب بالتوحد كنعرفوا بانه ما كيبغيش تغيير ديال الجو، ما كيبغيش التغيير ديال المكان، يعني انه ملي كيالف واحد الجو معين، واحد الروتين معين، فهو كيعطي اكثر في الروتين. نحافظوا على دوك لي ريتوال، نحافظوا على اشياء روتينيه، عادات هكا يوميه، العادات، الالوان، الطرق، كيفاش فين كنجلسوا، لي روبير اكزاكتومون. وممكن انه يشارك في الحياه العمليه، الحياه اليوميه. ممكن انه حتى هو نعطيه شي حاجه يديها مثلا يعاون الام ديالو، ممكن انه يلبس الحويجات ديالو. كيخصو تكوين، لان ملي كنعرفوا مساله لي زيدوكاتريس في هذا المجال هذا، يعني الاباء والامهات اللي كياخذوهم كيوفروا لهم واحد التكوين كذلك. هم يعني غير يعني معلومه اضافيه، والسيده اللي اتصلت بنا والناس اللي عندهم نفس المشكل، انه كاين اليوم جمعيات اللي كدير تكوينات للامهات والاباء. يعني كاين سيدات اللي من جهدهم الخاص تيقوموا بهذه العمليه هذه، تعريف الاباء وتعريف الامهات. يعني فقط بحثوا شي شويه، بحثوا في الانترنت في مدينه الدار البيضاء كاينين، وغادي نعطيكم تفاصيل، وغادي نعطيكم حتى عناوين هكذا اللي ممكن تساعدكم في هذا المجال هذا. يعني كيف ما قالت السيده ما معروفش بزاف، الوغ كو كيخصو غير شي شويه باش هذوك الوليدات يقدروا يعيشوا حياه اللي هي شبه عاديه. ولكن اللي ممكن نقول بان هذه المساله ديال التوحد، يعني اضطراب التوحد، هو اضطراب اللي بيان ستركتوري في المغرب. كاين الحمد لله جمعيات كثار، وكاينين مدارس، حتى بعض المدارس الخاصه حاليا راه ولات كتبان. غنتكلموا على هذا الشيء كثر السي عبد الهادي في العشيه. نتلاقاكم مع جوج على امواج راديو دوزان مع الدكتور عبد الهادي القاسمي ومع اخصائيين وضيوف اللي غيتكلموا لنا على هذا الموضوع. الى اللقاء.